ايه ابرز اكتشافات الموسم في الوجوه الجديده؟ أبرز اكتشاف مين لفت نظرك؟ مين حسيت ان هو ده وجه جديد بس ليه مستقبل؟ يعني هم مش وجوه جديدة قوي يعني أقدر أقول، بس هم أقدر أقول إن هم وجوه شابة وليها مستقبل. يعني بداية مثلا من أحمد داش وعصام عمر، هم لحد دلوقتي وجوه شابة ومستنيين منهم الكتير والكتير. هتلاقي مثلا أحمد عبد الوهاب في مسلسل الحشاشين، هتلاقي محمد الدمراوي في مسلسل جودر، جيهان الشماشرجي في جودر، وحتى في الحشاشين. يعني في وجوه كتير لامعة نقدر نقول إن هم هيبقى ليهم مساحة أكبر بعد كده وتقييم اكبر يليق بموهبتهم في الفتره اللي جايه. ومين من الفنانين انت حسيت ان هو اعاد اكتشاف نفسه؟ يعني ساعات كده في حد بيتحط في مسلسل ما او دور تحس ان هو لا، احنا اكتشفناه من جديد، او هو فعلا عمل حاجه غير اللي فاتت كلها. شوفي احمد عيد، يعني مش هقول ان هو اكتشف نفسه من جديد، هو كان ظالم نفسه. يعني الحقيقه هو كان لازم يعيد اكتشاف موهبته ويعيد اكتشاف نفسه من سنين طويله. يعني يمكن هو عمله نادره والحشاشين هم اخر عملين هو قدم فيهم شخصيه مش كوميديه، قدم فيهم شخصيات عاديه تراجيديه، وده كان ظلم ليه جدا ان هو ما قدمش ده من سنين طويله. يعني يمكن هو الحاجات بتيجي في وقتها، ولكن احمد عيد من ضمن الناس اللي اعادت اكتشافها مره تانية من خلال موسم 2024. طبعا بسمه وصابرين في مسار اجباري، صبا مبارك في لحظه غضب، يعني كل مسلسل هتلاقي فيه مجموعه نجوم اعادوا اكتشاف نفسهم مره تانية. وده يعني بيرجع لفكره التنوع اللي احنا اتكلمنا فيه، ان مثلا مسلسل زي مسلسل جودر انت بتشوفي حتى الادوار الثانويه او حتى الادوار البسيطه تم اختيار فيهم ممثلين كبار وتقال جدا. يعني هتلاقي احمد بدير، هتلاقي استاذ رشوان توفيق، كل الشخصيات دي شخصيات انت تحبي تشوفيها على الشاشه، ولكن متقدمه في مشهدين او ثلاثه، فمديه ثراء وغنى على الشاشه بشكل كبير.